السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو ونشوفوا هذه الصور الأخيرة رائعة لهذا الملعب الرائع، واللي الملاحظ هو أنه المدرجات تم وضع الأرقام على المقاعد، وهذا يدل على أنه إن شاء الله يكون فيه تنظيم عالمي لدخول وخروج المتفرجين، وكذلك في قضية لابيتري إن شاء الله تكون الأرقام هذه تتبع التيكي تاع الدخول تاع الملعب، يكون فيها تنظيم على الطريقة اللي شفناها في بطولة الشان. والسلام عليكم.